الذي يجعل الناس اليوم يعترض بعضهم على الشرع بمجرد عقله الذي خلقه ربنا جل وعلا الذي أنزل هذا الشرع؟ لهذا عدد من الأسباب، من ذلك اغترار المرء بعقله، اغتراره بذكائه، وأني أي شيء أريد أن أطبقه لا بد أن أقتنع بعقلي. تقول له ترمى الجمرات بسبع جمرات، يقول لك أقنعني عقلا، البس الإحرام بالطريقة الفلانية، يقول أقنعني لن أنفذ حتى أقتنع. تقول له أمرك الله تعالى بصلاة الظهر أربع ركعات في الوقت الفلاني، قال طيب لماذا ما نجعل هذا الأربع في الفجر لأن الجو أبرد ونجعل الركعتين في الظهر؟ فيبدأ يستعمل عقله ويظن أن عقله وحكمته ورأيه هي أبلغ من الشريعة. هذا زندقة وكفر. إذا رأى أن عقله وحكمه أحسن من حكم الله فهو طاغوت. هذا أولا، أن يغتر بعقله وذكائه. الأمر الثاني، ما انتشر اليوم من وسائل التواصل وعدد من الكفار الذين يفتحون صفحات في تويتر وفي الفيسبوك وفي غيرها ويتسمون بأسماء مسلمين ويذكر بأني أنا كنت مسلماً وأصبحت ملحداً أو أصبحت على الدين الفلاني لأني لم أقتنع، ويبدأ يناقش الشباب وهو أصلاً إما منصر أو رجل كافر أصلي، وقل أن يكون منهم من كان مسلماً فعلاً حقيقياً، فيبدأ يناقش الشباب والفتيات وهم لم يطلبوا العلم ولم يتعلموا، هم أصلاً ما طلبوا العلم ولا تفقهوا، فجاء إلى كأس فارغ فملأه بما يريد. ولو أنهم طلبوا العلم وتعلموا وزادوا إيمانهم بالتلاوة والذكر والصلاة والحرص على الخير لما استطاع هذا أن يتعرض لهم.